trời chút đó chị, mình câu này nhiều quá nên làm mà lâu. Dạ chị chờ em chút nha. Dạ. Nhỏ này anh nhiều quá.
Dạ, 3 lần 5 79 á. 3 lần 5 79. سلام حبوباتي، ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير. ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. توحشتكم بزاف بزاف، نتمنى كامل تكونوا بخير ونتمنىكم تكونوا مهنيين. ما تنسوش قبل ما تفرجوا هذا الفيديو تكملوا قبل ما تفرجوا هذا الفيديو ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق هكا باش ترجع القناة كيفاه كانت وتكبر. نقول لكم حبوبات قلبي، نبداكم بروتين اليوم. هذا هو اول روتين صورته بعد المرض، يعني الزوج تاعي كان مريض كورونا، وتقريبا هذا الفيديو راه عنده واحد الشهرين من اللي مسجل في القناة. كل يوم نقول يا نسرين ديري المونتاج ورجعي لهم، والله يا البنات تعب المرض ديكوتاج، الله مستعان وخلاص. الحمد لله البارح الخميس، اليوم راني نسجل الفيديو بالجمعه، ان شاء الله نحط لكم بالسبت. البارح الخميس والله يا البنات صدقوني نقعد زوج سوايع وانا حاكماتو باش ندير المونتاج، وهدرت منه يعني هدرت فوقه ودرت له المونتاج اكثر من 6 مرات. كي نجي نسجلو ما نلقاش الصوت، وكي نسجلو ما نلقاش خلاص الاوديو هذاك. المهم الله مستعان وخلاص. شوفوا البنات كيفاش كانت داري، كانت كارثة. قولوا لي نسرين كيف خليتي دارك هكاك؟ شنو نقول لكم البنات، لو سخت على العام يتنحى في نهار. قلت لكم يعني لظروف صحية مرينا بها والحمد لله. شوفوا البنات كارثة. بعد ما برا يعني الزوج تاعي مريض قصي بالقراجم ولا قريب، وانا نضل رفداته كامل. المهم خليت الدار، كنت نطيب كنت نطيب، نغسل الماعن، نغسل الحوايج، ننظف لي سانيتير، وهذا ما كان يعني حاجه واحده اخرى ما كنتش نديرها. هنا يعني حبيت نوري لكم، قلت لكم هنا الزوج تاعي يعني كان مريض. شوفوا البنات هنايا هذوما البلاين تاع الماء، كنت نشري الماء وما كانش يروح يرمي لي لابوبال، يعني كثر خير وسلفي الحمد لله. يعني حتى جارنا مسكين، يعني جيراني كامل مان ما نقولش واحد، بصح واحد جارنا مسكين والله ما خلانا، راجل رحمة. شوفوا البنات مسكين أي حاجة نحتاجوها ولا يروح يشريها لنا، كان يجيب الزوج تاعي الفرم اللي بشي ضرب له اللي باري. المهم الزوج تاعي مسكين ضراته بزاف بزاف الحمد لله، ربي إن شاء الله يحفظه لي ويخليه تاج فوق راسنا يا ربي. شوفوا البنات هنا كيفاش راهي، نحكي لكم في هذا المونتاج ديجا كنت حكيت لكم من قبل، ما بعيش واش حكيت لكم راني نسيت. راكم تشوفوا البنات هذا السميت في الصالون، عندي الصالون تاعي هو البارد خلاص في الدار، نحط فيه السميد باش ما يتكوز ليش. شوفوا هنايا هذا البلطو تاعي لقيته مقطع وحده، ما على باليش ثاني واش صرالو، اللي جوي تاع قصي في كل بلاصه. هذو هما الماعن تاع جيراني، يعني كثر خيرهم. كيما كان الزوج مريض مرات يقولوا لي والله ما طيبي، يعني قعدي التهي بالزوج تاعك ويبعثوا لي كثر خيرهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم. وهنا كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم اللي جوي تاع قصي. نحكي لكم البنات يعني بزاف، يعني دزت واحد الاوقات صعبة جدا جدا. كل ما نقول نرجع لكم ما نرجعش، وبزاف بنات يعني معايا في الفيسبوك يقولوا لي نسرين يعني مرات البنات نحط لي ستوري، مرات نصور، مرات هكا، و ما نقدرش ندير المونتاج. كاين اخوات قالوا لي نسرين ارقي نسرين هكا، والله البنات كنقول لكم
عكوسات، كل حاجة راهي تنعكس في حياتي. كل ما نجي ندير كش حاجة، انا نخمم في الشمال هي تروح في الجنوب، انا نخمم في الغرب هي تروح لي في الشرق. المهم الله مستعان وخلاص. شوفوا البنات الكارثة كيف راهي الدار. باش نقولكم، اول مرة داري صار لها هذه الحالة بلا رحلة. دايما داري تكون هكاك الايام اللي نكون فيهم نرحل، نكون نتري القش تاعي، اللي يترمى يترمى، اللي يتنظم يتنظم، اللي نقارديه نقارديه. يعني هذه الحالة راهي صارت لي بلا رحلة، مع انه تعبت. كنا خرجنا فاكونس، وحنا في نص الفاكونس الزوج تاعي يعني مرض، رجعنا الحمد لله يا رب، يعني هكا ولا اكثر. من بعد البنات تعرفوا كي تخرجوا فاكونس كيفاش تكون الحاله، وكي تولوا كيفاش تكون تاني. المهم كيما نقول لكم، يعني انا فريمون تعبت، وكنت نسيت هذا الطاقه تاع الصالون نسيتها مفتوحه، وكان عندي ضياف جاييني بعد 3 ايام. تخيلوا بعد 3 ايام عندي ضياف جاييني، تبهدل كيفاش نقابلهم بهذه الحاله، وما كان عندي والو في الدار وكل حاجه. ومن بعد ونفس اليوم رحت ديت قصي للطبيب، تخيلوا نورمالمون 2 كانت 3، وقيلة 3. ما نكذبش عليكم، ما دخلتش بكري، ولازم نشري عفايس للطمينة تاع قصي للمولد يديها معاه، وحالتي كارثة. من بعد قلت والله يعني نعاود ندير، يعني نتكل على ربي سبحانه، ونبدأ ننقي حالتي بشوية بشوية. قلت أهم حاجة ننقي الصالون، وننقي الكوزينة، وننقي لي سانيتير. قلت حاجة واحدة أخرى يعني سهلة، وحتى يعني إذا ما قدرت ما كفانيش الوقت ننقيها، يعني حتى واحد ما رايح يدخل لا شامبر تاعي ولا بيت القعاد ولا. المهم اكو تشوفوا البنات الغبره اللي كاينه، راني نحكها بيان، نستعمل العملاق يعطي ذوقي هبل وينقي الحاله. من بعد نزيد جبت باسينه يعني فيها المنظيف، وكامل نشلل ونرجعهم، يعني فريمون تخرج النتيجه هايله. يعني دوك تشوفوا النتيجه قدامكم. من بعد صورت البنات، واش نقول لكم، ما كملتش خلاص بكري، حتى زعما هكاك زوج تاع الصباح باش كملت. لزوج تاع الصباح باش كملت، مي الحمد لله يعني كنت قدها وكملت كلش، يعني فرصيت على روحي، مع انه ما كنتش حابه نفرسي على روحي، باسكو ولا غير للمرض والتعب وكامل. كي تفري فرصي الانسان على نفسه راح يمرض، يعني صح دارك تنقى وكامل، مي انتيا كي حتمرضي وتعاود دارك ترجع مسخه. المهم هنا اللي جوي تاع قصي، يعني حنديهم كامل هذيك الشومبره تاعو. ايه ما قلت لكمش باللي الشومبره تاع قصي درتها هذا النهار بالذات، درتها بيت الكركبه، يعني كل حاجه حطيتها تماك، الحاجه اللي نلقاها في الارض، الحاجه المسخه، الحاجه اللي ما نحتاجهاش حطيتها كامل تماك. ومن بعد واش قلت كي نقي داري ندخل هذيك الشومبره، اللي يتغسلوا يتغسلوا، واللي يطيشوا يطيشوا، واللي يترتبوا يترتبوا. شوفوا البنات هنا الغبره اللي عندي هنا، يعني شتو راكم شفتوا من تحت، راهو كاين المهم كراج، ماشي كراج، المهم هكا يحطوا مواد البناء وكامل، سيما والباربا وكلش على بها عندي الغبرة، وعندي الغبرة بزاف بزاف. وش حنقول لكم قبل ما ننسى، حنفتح جروب في الفيسبوك، راني حنفتح باجا في الفيسبوك باسمي، وباذن الله البنات وصفات، يعني حن يعني دائما تلقاو وصفاتي مكتوبة، والوصفات المكتوبة يكون فيها اسمي، هكا باش ما نقولكمش قناتي تنشهر ولا. راهو عندي البنات 4 سنين في اليوتيوب، الحمد لله، مع انه ما ديتش حقي فيه، ومع انه تعبت. كاين بزاف اخوات اللي قالوا لي نسرين قدمي شويه في قناتك، يعني تقدمي ماشي قدمي، تقدمي شويه، زيدي جيبي عفايس، زيدي جيبي الديكورات. نقول لكم البنات القناه باش تكبر، تكبر بالفيو، تكبر بالمشاهدات، كي يدخلني مدخول مادي يعني لاباس بيه، انا مانيش حنبخل على القناه، ومانيش حنبخلكم بالافكار ولا بالمسابقات ولا كاش حاجه. مي لو كان نقول لكم تموتوا بالضحك، ما دخلتنيش خلاص، يعني مدخول من قبل رمضان ما دخلنيش. تخيلوا من قبل رمضان، ديجا حطيت في رمضان فيديوهات، وبعد رمضان حطيت شويه، وهذيك الفتره اللي رجعت لكم حطيت شويه، هكاك ما دخلنيش خلاص، يعني ما لحقتش. هو كي تلحقي الحد الادنى تاع الخلصه تاعك هي 70 اورو، يعني 1,400,000. تخيلوا البنات، يعني قناتي من بعد من رمضان قبل رمضان ما دخلني حتى
حتى دورو فيها. الحمد لله، نقول لكم البنات محبتي ليكم اللي تخليني نرجع، سينو ماديه جامي لو كان عيني باش نرفع يعني العدد المشاهدات ولا باش نزيد نطور في القناه ونخدم، راني خدمت. كاين بزاف اخواتي يقول لك باللي دراهم اليوتيوب بزاف وكامل وما كنتش شبعين دراهم. صدقوني ندعم كل وحده فيكم تفتح قناة، وبإذن الله نكون أنا أول داعمة لها. الحمد لله، يعني هذه ما هيش افتخار بروحي، مي دايما البنات حاطة التعليق المثبت ديما ندعم فيه قناة جزائرية بنت بلادي ولا وليد بلادي. سينو نقول لكم باللي اليوتيوب صح فيه دراهم، فيه دراهم اللي عندهم مشاهدات كبيرة ماشي تاع الألف والألفين وثلاثة آلاف والعشرة آلاف، اللي راهم بمية ألف ومية وخمسين ألف وكامل ويخدموا في لي بيبليسيتي. من قناتي أنا كنت تشوفوا كلش نتعب فيها. بالنسبة للأسبيراتور ديالي اللي سقسيتوني عليها دايما تقولوا لي نسرين، يعني الأسبيراتور تاعك منين شريتيها وكلش؟ شوفوا البنات، شريتها من جوميا الحمد لله، يعني جات هايلة تهبل. كنت شريت بيترا واسبيراتور، البيترا بعثوه لي مكسر وما حبوش يرجعوا يدوه ولا يسقموه ولا يزيدوا لي البياسه اللي ناقصه، والاسبيراتور الحمد لله جات هايله. دوك البيترا تاعي مازال ما خدمته، مازال ما على باليش واش صرالي، يعني حتى في حياتي الشخصيه ما على باليش البنات، هملت روحي بزاف، هملت نفسي بزاف، وصح العين حق الحمد لله على كل حاجه. يعني دائما كما يقولوا كل عثرة يعني تزيد تقوينا الحمد لله. عندي بزاف فيديوهات صورتهم في القناة، مازال يعني صورتهم للقناة، مازال برك ما حطيتهم، مازال ما درت المونتاج. انا قلت اول فيديو نحطه معاكم هو البداية، وجاني واعر، جاني المونتاج واعر، ما عرفتش نصور. المهم البنات شوفوا واش نقولكم واش درت. يعني نقيت كامل التواقي ديالي، الباب كلش نقيته، اسبيريت واسمو لي فوتيه المخايد ريدو، يعني ما شاء الله. شوفوا البنات هنايا الغبره اللي عندي، حتى شوفوا الطابله كيفاش راهي، يعني ما كنتش مستعملتها، قلت لكم مع المرض وكامل وقيل شهر ونص ما حطيت فوقها، ما استعملتها ما والو. كرفت لاناب ديالها لقيت الكارثه من تحت. المهم لاناب درتها نغسلها بيدي هي، وهذوك لاناب تاع الطابله الميده التحتانيه ولا نابخون ولا نغسلهم بيدي. وشنو عندي ماشي استيوس كامل نعرفوها، نخمرهم البنات شويه في الاريال ونحكهم بيدي، يعني ما ماشي ديريكت نحن نغسلهم ونشللهم ونشرهم، نو نخمرهم واحد ساعه ساعه ونص. هنا تاني الكراسه تاني ننقيهم كامل، ودرت لهم برودوي تاع الغبره باش يقعدوا يبريو والحمد لله. اقترحوا عليا اسم الجروب، اذا سموه نفس الاسم القناه واسم يعني صفحه لاباج تاع الفيسبوك، يعني دخلوهم يوميات ومطبخ نسرين. المهم حبوباتي هنا ثاني نمسح كامل هذوما، هذه المبخره ما شاء الله تهبل، يعني الشكل تاعها شباب، وكي تمسحيها وكامل يعني تنظف. شوفوا هنا هذه تاع بورت بابي البنات، ثاني الغبره يو كارثه وخلاص. هنايا هذا لي سيغ برك تاع لي ساشين وسيبيه لي ساشي، ان شاء الله في كاش يوم نشارك معكم في كاش تدبيره. هنا السنيوه تاعي ثاني نمسحها وكلش، ونزيد المداد. شوفوا البنات الغبره. ومن بعد ما كملت مسحت كامل الغبره وكامل، هنا نجيب ناسبيري الارض. شوفوا كي تاسبيري الارض السياق يجيكم يعني يجيكم ساهل ويجيكم كلش. والحاجه المليحه في الاسبيراتور اي كيش نقولوا حجره صغيره فتات ولا اي تنحيه كامل، يعني كي تسيقي يكون الماء، يعني حشاكم غير تكون فيه الغبره ما يكونش فيه صليح ومن بعد تتغنجق الحاله. هنا شوفوا البنات كانت 12 تاع الليل، وهذاك وين كملت ولازم نفور السميد للطمينه تاع قصي باسكو كانت عندهم حفله في الروضه. بربي ان شاء الله نشارك معكم مقتطفات، واش لبست له واش درت له وكلش بربي ان شاء الله.
هنا البنات يعني احنا ناس الوسط، السميد تاع الطمينه نفوروه من بعد نحمصوه، باسكو يعني احنا الكبار ويوجعنا يعني الكولون تاعنا، كيفاش مساكن هما صغار ندير لهم السميد هكاك وكامل. فقلت والله يعني ما نطبعش هكا كبرك، نروح ندير ايفور. وشوفوا البنات هنايا كي نحيتو كنت مازال نسيق سال دو بان والتواليت، مازال ميم با يعني الكولوار مازال ما نشفتو كامل. مهم فارلي بعد ما فار كملت السياق تاعي لازم نخليه يبرد على بيها، قلت لكم واسيتو هنا عندي شويه تاع الجلجلان حمصتو وريحيتو ودرت لها شويه تاع المكسرات، كان عندي لوز وجوز بيستاش محمص تاني، زدت ريحيتهم هكاك شويه شويه. والطمينه تاعي سميد للطمينه ثاني استحمصتو، وشنو ما حمصتوش كامل، حمصت تقريبا الكيلو اللي داه معاه والكيلو الثاني خليته، قلت حتى الغدوه نكون لازم نكون استعفيت شويه. شوفوا تضحكوا عليا البنات هنايا كنت نحمص وعينيا مغلوقين. من بعد واش درت، جبت الكرسي وحطيته هنا سي بون، الكرسي حطيته البنات قدام البوتاجي قدام لا بلاك شوفونت وبديت يعني نحمص فيه باسكو يدي لي الوقت. هنا ما قالت لي يعني كان زدتي شويه الفرنو راه يعني يتحمص لك نورمال باسكو عليه مفور يعني ماهوش راح يوجعنا في الكرش. بصح انا والله يا البنات نقصت له الطرف خلاص، هذا الكميه وقيلة نص ساعه باش تحمصت، ويماجيني وكميه ثلاث يعني ثلاث مقالي اللي حمصت. مهم تعبت خلاص. نقول لكم حبوبات قلبي ما تنسونيش بالدعم، ما تنسونيش بارتاج، ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونحبكم بزاف بزاف وتهلاو لي في صحيحتكم. وما ننساش قبل ما نروح كيما قلت لكم لي مازال ما دار لي جام، يدير لي جام يخلي لي تعليق هكا باش يطلع الفيديو. ونقول لكم ثاني البنات الفيديو الجاي والله خلوا لي في التعليقات واش ندير لكم، اسك نقول لكم واش داك القصي ولا فيديو تاع الضيوف. تهلاو في صحيحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد. سلام سلام حبوباتي، ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير، ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. جيتكم فيديو اليوم فيديو مغاير على الفيديوهات السابقة، على الروتينات، على التنظيف، على الطبخ، على كامل. هنا جيت شاركتكم معايا هذا الفيديو، هنا حبيت نحن نركب لي زونغل كما راكم تشوفوا. دائما الوحدة تحب تغير وكامل، ويعني ركبتهم البنات عند سلطانة اللي فتحة في اوريسيا، ما شاء الله خدمتها روعة 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 كما راكم تشوفوا. يعني دير بزاف عفايس، يعني تركب لي زونغل هنا خدها مريوم ربي يحفظها ان شاء الله، تخدم خدمة بالشان والطباع كما يقولوا. انا هنا في اوريسيا تقريبا البنات عندي 3 سنين داخله رابع في اوريسيا. صدقوني الخدمه كيما تاع مريم ما شفتهاش، تلقت الحواجب ما شاء الله، تخدم خدمه تهبل. هنا قلت لكم البنات يعني فتحوا، كانوا فتحوا جديد هنا، هذا الفيديو ما درتوش دوكا، درتو البنات مع العيد، يامات العيد اللي درتو، وصدقوني خدمت بيهم شويه تاع شغل وكامل وهكاك، وقعدوا لي هما يعني ما صرا لهم والو. دوك نتوما تشوفوا النتيجه قدامكم. قلت لكم البنات يعني تركب شفارتين، دير البالياج تاعها يهبل، لي ماش تاعها شابين يعني ما شاء الله، الالوان كما راكم تشوفوا عندها الوان شابين، عندها الوان صيفيه الوان شتويه. والوحده كي تكون يعني على بالكم البنات فواحد لابيريود يعني نورمال ما نصلوش فيها، هذيك لابيريود يعني الوحده تهتم في روحها، تستيكي روحها، تكون شابه يعني عكس الايام العاديه صلات وكامل ما تقدرش ديرهم، مي عندها يعني سمانه تتمتع وتمتع روحها وتمتع الزوج تاعها بيهم. كيما راكم تشوفوا البنات هني اول حاجه راهي تقم لي تفرتي الاصليين، يعني لازم تبردهم وتنقيهم مليح، تنحي لهم الجلد الميت كيما راكم تشوفوا. قلت لكم يعني سلطانه جايه البنات قدام الحمام، نخلي لكم انا رقم تاعها ونخلي لكم لاباج تاعها في فيسبوك. واش نقول لكم ونعم الناس يعني ما شاء الله تعرفت عليها والحمد لله، بزاف ناس ملاح كيما قلت لكم. انا يعني كنت جوزت رمضان قعدوا لي 3 جوغ واقيل للعيد ولا، رحت نركبهم وكنت البنات واحد الحلوه مازال ما درتها ولا كلاصاج وكامل. من بعد ولا غير خدمت بيهم صدقوني ما صرا لهم والو، قعدوا هكاك اصلا. نهار حبيت نحيهم بالسيف باش تنحاولي يعني يخدموا واحد الخدمه بالشان والطباع يعني
يتقنوا الخدمه تاعهم. وقلت لكم مريومه يعني الاستيتيك سبيسياليتي تاعها في الصالون، وعفاف تخدم بالياج، دير لي كولور لي ماش البروتين. واش نقول لكم البنات، والله مانيش نمدح فيهم، من ما شاء الله. هنا تسمحوا لي برك على الصوت تاعي باسكو كي جيت من الفاكونس مرضنا شويه، الحمد لله الله مستعان. قلت لكم البنات انا كيفاش اكتشفت سلطانه. ديجا كنت من قبل، شوفوا نحيت البنات كنت دايره لي ماش، بعد نحيت لي ماش درت الغو، تخيلوا الاحمر. هذاك الغو اكبر ندامه، وننصح كل وحده يعني تحب هذا اللون. وانا كنت شهيت وكنت نقول لا لا نديرو ونبدل ونبدل لوك، وكيما تعرفوا كامل نسا يحبوا يبدلوا. انا كي درتو البنات اكبر ندامه درتها، خلاص ما نقدر نصبغ فوقه، ما يخرج لي لا كولور فوقه، ما نقدر ندير حتى حاجه، ولا شعري يتكسر. شديت درت البروتين، من بعد البنات ما نجحليش البروتين فيه، ما باليش اسك الغو واش كانت مخلطت لي لي كولور فيه، ماشي عفاف يعني ماشي سلطانه. كنت درتو عندنا البنات في بومرداس، قلت لكم درت البروتين ما شدليش خلاص. من بعد شديت درت، قولوا لي يا ربي، درت البروتين. وبعد البنات قلت نديكابيه، ندير ديكاباج ونشوف اذا يعني كي نديكابيه يا اخي تكلاخسا. قلت اذا نقدر نصبغ فوقه ولا ندير ليماش، بورتون نحب ليماش ونحب البالياج، يخرج عليا يعني الشباب هذاك اللون. بصح ما فهمتش، قلت لكم البنات ديكابي تروفا واقيلا ولا كتفا. ومن بعد كيما كنت اونسانت حبست الديكاباج، سي بون خليته هكاك. تمك شعري المشكله تاع شعري بدا يتكسر ونشف، وسبحان الله تقول ما شعري، يعني انا وليت استغربت قلت امبوسيبل هذا شعري. كي البنات طرحتي خيالكم كان عندي غوسس اغيتي، رحت قعدت نحوس الفيسبوك هنا في الصيف، يعني الحفافات ملاح، وكنت هدرت معاهم كامل كي يشوفوا شعري يقولوا لي ما نقدروا نديروا لك والو، يعني سي بون شعرك راح فيها راح فيها بالعاميه. المهم فتحت سلطانه اللي هي عفاف، نتحياها من هذا المنبر. رحت لعندها، شوفوا نحات لي البنات هذاك اللون تاع الديكاباج، متنحاش كامل بصح حاولت تنحي لي يعني سحب اللون، ودارت لي البروتين، يعني كتر خيرها خرج لي البروتين يهبل. وشنو ما شدليش بزاف باسكو على شعري من تحت مكسر، يعني اشاك فوا لازم نقطع 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 حتى يتنحى كامل. قلت لكم البروتين يا ربي شد لي شهر ونص ولا شهرين، مي الحمد لله دوكا شعري بدا يربروني، بدا يولي كيما كان الحمد لله. دوكا راني نخليه يروبوزي شويه، جوست يروبوزي، نعاود ندير لي ماش ولا البالياج. كل وحده فيكم تقول لي واش يخرج عليها الالوان، واش تحب دير. قلت لكم انا من نوع الشاق، ماشي من عشاق اللون الاصفر، انا نحب ندير البلاتين دائما يعني ملي بديت ندير لي ماش ولا البالياج في شعري نحبو بلاتين. قلت لكم مي دوكا تخيلوا البنات عندي تقريبا عام ونص ولا عامين شعري ما درتلوش يعني لا لي ماش لا البالياج. نحس روحي هكا شغل، تحسي روحك النورمال هكا، كي نشوف روحي نشوفك كحل باسكو انا شعري نواغ كوربو، نحس روحي سافا با باسكو علاه والفت شعري دايما نديرو هكاك. المهم هدرت معاكم بزاف، وحبيت برك نشارك معاكم هذا الفيديو ونطمنكم عليا، نقولكم بلي راني بخير الحمد لله. برك البنات قلت لكم يعني سبب الغياب تاعي برك كنت راني مريضه شويه، كنت تسمعوا صوتي كيف راه. وهنا شوفوا كيفاش يتخدمهم لي، هنا زادت نقصت لي شويه باسكو حسيتهم طوال شويه، زدت قلت لها نقصي لي شويه باسكو باش نخدم الشغل وعبالكم قوساي باش ما نجرحوش وكامل. شوفوا البنات نص ساعه الاولى برك اللي تحسوهم سافابا في يديكم، تحسوا بلي حاجه ماشي نورمال، مي صدقوني تولفوهم ولفتهم، نغسل بهم، تخيلوا الماء، نغسل بهم حوايج في يدي هكا كي يكونوا عندي حويجات صغار نغسلهم، يعني واش نقول لكم يهبلوا يهبلوا. شوفوا هنا قوساي راهو يتفرج حتى هو يشوف شي يدير الماما. كيما قلت لكم البنات هذا الفيديو راه مريجستري من قبلها، وقوساي لابس المونش، يعني كان اليومات قلت لكم تاع العيد تاع رمضان الاخرين يعني التوالا كان شويه تاع البرد.
هذا هو البنات، قلت لكم اي معلومات على سلطانه، على عفاف ومريم تلقاوهم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. صدقوني يعني في اوريسيا هذه الحفافه الوحيده اللي لقيت عندها راحتي وعجبتني، ونهار يعني حبيت نديرهم قلت لها ولا غير نصور، كان عندها ذوك هما الايامات الاولين ملي فتحت، قلت لها ولا غير نصور ونبارطاجي مع البنات يشوفوا خدمتك ويشوفوا الصالون ديالك. مي قلت لكم قدر الله ما شاء فعل، يعني ما كنتش هبط لي فيديو، وهذا الفيديو لا غير قرديته حتى راني رجعت الحمد لله. شوفوا البنات النتيجه النهائيه، شوفوا كيفاش جا، جاو يهبلوا. درت هذا اللون خيره للزوج، كنت حابه ندير لون هكا شويه يكون شباب، يعني انا حابه كنت حابه الجون البلو كامل. مي الزوج تاعي قال لي ما تقدريش تخرجي بهم يعني حتى في العيد، قال لي امبوسيبل نخرجك بهذاك اللون، هو خير لي هذا اللون. قولوا لي البنات كيفاش جاوني، اسك جاوني شابين؟ نقول لكم تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. سلام حبوباتي، ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير، ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. جيتكم فيديو اليوم نتمنى ينال اعجابكم، جبت لكم البنات كما قلت لكم كانت عندي عراضه، يعني عرضت سلفي، درت له واحد الاطباق بالسمك، كان عندي شتو كنت ليله من قبل جبت السمك، شاركت معكم حساء السمك، شاركت معكم دولمه تاع السردين، الحوت مقليب، واحد التتبيله رائعه. المهم حبيبات قلبي نقول لكم ما تنساوش تكملوا هذا الفيديو، ما تنساوش تدعموني بلي جيم وبارطاج، وتخلوا لي تعليقاتكم في هذا الفيديو. نقول لكم يعني على ما حطيت لكمش الفيديو البارح، كنت متاثره بزاف بزاف. المهم البنات دوك نبدا لكم الوصفات، ويعني كي نكون نخدم كامل نحكي لكم. نقول لكم حبوبات قلبي، اول وحده تخلي تعليق من اصحاب قنوات راني حندعم القناه تاعها، يعني نثبت لها التعليق هكا يدخلوا لعندها. كيما شفتوا ملي رجعت نثبت تعليق للقنوات. شوفوا البنات الحساء السمك كيفاش جا، هنا سمحوا لي باسكو راني خارجه ما نقدرش احمد قصي نسكتو ولا وين نديرو، على هذه قلت ندير لكم مونتاج من بعد نحط لكم الفيديو. هنا اول حاجه البنات انا راح ندير واحد التتبيله تاع الحوت ولا السردين، هنا عندي القزبر والمعدنوس، عندي فلفل الاحمر، عندي الدرسة، الكمون، سبع بهارات، وعندي ثوم، شويه فلفل حار، زنجبيل، وهنا البنات دبس الرمان، ونزيد لكم مكون واحد اخر واللي هو البرتقال، يعطيكم واحد الذوق مميز مميز. وهنا درت معاكم درت شويه تاع الزيت وشويه تاع الماء هكا باش هاد التتبيله تتخلط لي مليح، ما تنساوش الملح. وانا كنت يعني ليله من قبل حطيت الملح في الحوت ديالي باش يتشرب مليح، على بالكم باللي الحوت لو كان يجي صامط يعني مسوس ما يجيش بنين. هذا هو البنات البرتقال اللي قلت لكم عليه كان عندي في المجمد، نزيد الملح. قلت لكم البنات كاين هنايا حنتبلو ونحكي لكم، كاين بزاف لي معايا في الفيسبوك على بالهم باللي خويا كان مشارك في بطوله العالميه للملاكمه، الحمد لله يا ربي، كانت عنده الكومبا الاولى مع البرازيلي، فاز على البرازيلي بالضربه القاضيه يعني اقل من زوج دقائق، الحمد لله يعني النعمه من عند ربي سبحانه. وهذه موهبه. الكومبا الثانيه كانت عنده مع روسي، والبلد المنظم كانت في روسيا. واش نقول لكم البنات، يعني كانت كومبا بزاف واعره، كي ديجا كي تفكرتها. المهم يعني الحمد لله خويا كان ربح، الحمد لله يعني لك الحمد والشكر يا ربي. البنات واش نقول لكم، مسكين رقد وناض، كان رابح رقد وناض، لقى روحو خاسر، يعني داروا الطعن باسكو البلد المنظم ما كانش منها يخسروا. مسكين رقد وناض لقى روحو باللي طعنوا، خويا كان رابح 5-0، رجعوه يعني هو زيرو، هذاك الروسي 5، حسبي الله نعم الوكيل، ربي يعني يتولاهم.
قلت لكم يعني بزاف بلدان كانوا دعم الخويا الحمد لله، ما عاد الجزائر ما قدرت تدير طعن، ما قدرت يعني هذوك المدربين ما داروا والو، كانوا قادرين البنات تما كينهوا هذه المهزله وينسحبوا، لانه هذه ثاني واحد خويا كان قبل خويا صاحبه يعني نفس مع نفس الفريق كان معاه، ثاني مسكين وهو واقف خسره، وخويا رابح رقد وناض لقى روحو خاسر، باقي كان رايح يلعب البارح مع بيلاروسيا. المهم البنات على هذه كانت النفسيه تاعي زيرو، الله مستعان، وكنت دائما نبعث لخويا نهدر معاه ان شاء الله كان سي نشوف كيفاش راه وكامل نلعب لكم واعره بزاف بزاف. تخيلوا نتوما زعما واحد تشوفوا اسمكم في لا ليست باللي جبتوا الباك ترقدوا وتنوضوا يقول لكم ها ما جبتوش الباك، وعلى بزاف. المهم على هذا هو البنات السبب، الله مستعان والحمد لله، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا كما راكم تشوفوا درت شويه زيت زيتون في هذاك الخبز باش نحمصو، درته في الفور، وهنايا كان عيط لي مسكين قال لي بلي فوالا ربح مع البرازيلي، ونسيت الخبز حركته حتى عاود خبز واحد اخر، وشو ما كانش عندي الوقت باش نصور لكم. هنا حندير البنات حساء السمك، هنا عندي الحوت، انواع تاع الحوت تاع لاسوب، درت شويه زبده شويه زيت، عندي حبه تاع الطماطم نحيت منها القشور ونحيت منها الزريعة، عندي الكرافس هنا يشوفون لازم البسباس، ما كانش عندي البسباس، هو لازم البنات البسباس وحبة تاع اللفت، انا ما كانش عندي البسباس درت غير حبة تاع اللفت وحبة زوج حبات تاع البطاطا كما راكم تشوفوا قطعتهم هكاك صغار. البنات شوفوا واش جات بنينة 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 كيما ناكلوها في المطاعم واحسن، يعني جات واحد الذوق يهبل. بصح درت انا فيها زريعة البسباس باسكو ما كانش عندي، بعثت يعني بنت جارتي تشري لي ما لقيتش مع العشيه، قالت لي ما لقيتش. المهم كما راكم تشوفوا نقطعهم هكا صغار باش ما يعني ما يدوليش وقت ويطيبوا، على بالكم باللي السمك ولا الحوت ما فيهش الروح. انا بعد ما طاب لي الحوت نحيته، هو الاول كانت الخضره مازال ما طابت، نحيت الحوت نقيته من الشوك وفتته كامل باسكو من بعد نميكسيه ويعني نتاكد باللي ما فيهش الشوك، نحيت منه هذيك الجلده وخليت الخضره تاعي تكمل الطيب. من بعد ميكسيت كلش على خطره، باش نقول لكم البنات والله نتمنى تجربوها، ودوك نقول لكم التوابل اللي درت. هنا البصل ثاني راني نقطعهم بهذه الطريقه يعني شرائح، اليوم انا واخيرا نقولوا لي بصحتك بصحتك نسرين، اليوم انا خارجه باكونس راهي وعد الشتاء باش نقول لكم باسكو ديسيدينا ما نروحوش للبحر. المهم انا دوك ما خسرش عليكم الفيديو الجايين، نقول لكم نشارك معكم كامل وين رحت، وكك خليت يعني شويه الناس ينقصوا كامل مع الدخول المدرسي يعني ما كانش غاشي بزاف، على بالكم ولينا نخافوا. هنا حبه تاع زروديه وزوج فصوص تاع الثوم، ندير شويه تاع الملح. البنات اهم حاجه الملح ما ديروش بزاف في الحوت تاعكم، هنا شويه تاع الكمون شويه فلفل الكحل، وهاي البنات مغرف كبيره يعني مش كبيره تاع الماكله تاع ديساغ تاع زريعه البسباس، وندير الرند. هنايا كيما راكم تشوفوا جبت الطاجين تاعي، جهز الطبق بنين وحار باسكو الفلفل اللي كان عندي حار، هنايا عندي بصله عندي الثوم عندي الفلفل، حطيت كميه مليحه تاع الزيت حبه تاع الطماطم، نحط كلش على خطره باسكو حنستعمل الطاجين. هنا صغير حبيت نسقسيكم، شوفوا البنات على بالكم باللي الفايونس راه في الماغون والخامه راهي شتو كيفاش الالوان تاعها. حبيت هذاك البابي تاع طروادي نديرو في الخامه يعني في الفايونس، نغلفو كامل هذاك البنات طروادي عرفتوه، يعني مش هذاك الكاغ الطرقيق اللي كنت ديجا استعملته من قبل اللي كانوا معايا في الروتينات في الدار القديمه. مهم قولوا لي رايكم باسكو كنحس لي فيديو تاعي مملين، انا وحده من الناس نحس شغل ما كانش ديكور عادي يعني فهمتوني، مالغري عندي الاضاءه وعندي كلش. هنا نديرهم داك الملح فلفل الكحل شويه كمون، ودرتو فوق يعني فوق النار طيب لي شويه هذيك الخضره تاعي. هنا السردين، السردين البنات ما تطحنوهش مليح، درت له شويه معدنوس ودرت الثوم
شويه تاع بصل وهنا روز كنت غليته، ما درتش بزاف، درت حوالي نص كاس برك غليته، هذه هي الكميه اللي خرجت لي. نحاول البنات ندخل كامل هذه المكونات هنايا. صفا صاحبتي قالت لي حتى حنا يعني هما يديروها في الطبق وحنا نديروها في الطبق، قالت لي نسرين ما ديريش البيض باسكو كي ديريه في الفريجيدار يعني ما يتفتح لكش، يقعد حاكم روحه. وانا البنات كان راح عليا الحال، اضطريت انه ندير يعني حبه تاع البيض باش تسهل عليا يتماسك في الطاجين ديالي. نديرهم البنات كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. كاين بزاف اخوات كنت جربت معكم هذه الوصفه من قبل يعني من بدايه قناتي، ودائما تقول لي نسرين عندنا سيد الدولمه تاع السردين تاعك تجي هايله. نقول لكم البنات جربوها ماكوش حين تندموا. ما على باليش يعني انا ما نعرفش الولايات كامل اذا يديروا هذا الطبق، بصح ناس الوسط يديروا هذا الطبق بزاف بنين. وكان يديروا صوص طوماط وحدها يعني بلا طوماطيش والفلفل وكامل. انا حبيت هذه الخضره نديرها كيما تشكتوكه، زدت لها شويه درس هذاك الفلفل الاحمر انا خدمته، وندير شويه تاع طماطم وصباره هكا على جال اللون، ونحط الكريات تاعي تاع نقول لكم تاع الدجاج تاع السردين. المهم حبيباتي هذا الفيديو نقول لكم على تفرجي خويا، دعموه بالتعليقات، قولوا له كلمه طيبه. كما قلت لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما شفنا بالك هذا كما داروا له يعني هذا الهده، ان شاء الله تكون خير ليه، ان شاء الله يتصلوا به بلد اوروبي هكا كبير يجيبوا له حقه ان شاء الله يا ربي. من هذا المنبر نقول له خويا بالتوفيق، ربي يخليك ليا ان شاء الله، وبالنسبه لي انت بطل وبطلي وتبقى دائما البطل يا ربي. وش نقول لكم حبوبات قلبي، هذا هو كان عشاء تاع ضيوف. كنت حندير مخيطو ما كفانيش الوقت، هذو ما لي صوص درت صوص الجيريان بالهريسه، وحطيت يعني هذا لي صوص كامل كما راكم تشوفوا، دبس الرمان، درت الثوم وزيت الزيتون والليمون، درت ليمون وحده. هنا الخبز كيما شفتوا كيما عاود حمصته قلت لكم تحرق. هنا درت سلاد عاديه، زدت قليت حبيبه تاع بطاطا باسكو على بالكم بلي السمك يحب بزاف البطاطا. هذا هو حبيباتي، نقول لكم تهلاو بزاف بزاف في صحيحتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ونقول لكم ما تنسونيش بدعمكم، ما تنسونيش بارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. سلام حبوباتي، ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير، ان شاء الله تكونوا مهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. جيتكم فيديو اليوم، كانت البنات عندي طريق يعني رحت لدارنا ورجعت، حبيت نشارككم واحدة روتين بعد ما رجعت يعني بعد ما خرجت من دارنا. رحنا للألجي يعني العاصمة، جوزنا واحد النهار بزاف شباب، وهنا شاركتكم مقتطفات واش كلينا. دائما نحب ناكل حاجه سبيسيال يعني كي نخرج. باذن الله البنات عندي الوصفه تاع هذا الدجاج حنجربه معكم. هنا شوفوا اول ما دخلت رقه احمد قصي، ونوريكم البنات الباذنجان تاع المقدوس الفيديو اللي فات
قالوا لي الاخوات نسري نوريهن مليح، شوفوا البنات شحال صغير وجاي موف. هذا الباذنجان لاحظت فيه انه كي نغلوه ونقطروه ماهوش رايح يولي بيض، يعني يقعد لونه اسود. بصح كيما قالت لي عجوزتي بنين هذا الشيبس البنات، هايل 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 سبايسي، يعني يحرق وش نقولكم يهبل. شريت شويه جوز باش نحشي به المكدوس، هنا كنت جبت 13 كيلو تاع المكدوس، وهذاك النهار كيما شاركتكم مشتريات كان جاب لي الزوج 3 كيلو باش نجرب المكدوس. وهنا يا دارنا يحفظهم ان شاء الله، هما اللي عطوني هذا العنب. واش نقول لكم البنات، العنب هايل، كليت وكلت الحمد لله، يعني مديت لجيراني ومديت هكا الناس اللي نعرف. كيما كنت تشوفوا هنايا جبت يعني 3 انواع تاع العنب، باش نقول لكم يهبل سكتو كي يكون بارد. المهم هنايا مقبل ما نديرو كامل الفريجيدار ونحيه من الكاجوات وكامل، قلت لكم يعني بعثت الجيراني الحمد لله على هذا النعمه، ربي يدومها علينا وعليكم ان شاء الله. هنايا كنت ديت معايا لا غلاسيير، قلت باش كي نكونوا موليين يشري لي الزوج شويه تاع السمك. يعني كنا نشوفه في الفيسبوك يقول لك الحوت راه رخيص، تردينا ورخيص، سوقت يعني في بومرداس الدلاس هاد لي زونفيرون تاع البحر، مي البنات والله غير لقيتو. واش نقول لكم، غالي على البلاصه اللي نسكن فيها، بصح هكا كديناها وكامل ولا الزوج شرا. قعد البنات مكونجلي، كانوا داروا لنا شي هذاك لا غلاس ولي غلاسيير تاعي. هنايا رمان زد، جبت معايا من دارنا رمان. والطعام اللي كل مره مسكينه يما كل ما نروح تعطيني شويه تاع الرمان، شويه تاع الطعام عفوا. وهنا نوريكم واحد البريوش تخدمو تاني يما، يجي هبل يهبل. بربي ان شاء الله نشارك معاكم الوصفه، يجي هايل ريحته البنات قارس وتشينا. واش نقولكم، هاي شوفوا شحال خفيف. وهنا كان هي كان عندها عكس، دارت القريوش وخلات لي حبات ليا. وهذا الكونفيتور تاني تاع العنب كانت خدماته وباقات لي طيه القصي. كيما كنت تشوفوا البنات، صدقوني بعد الوالدين وبعد الاهل ما كان حتى واحد يحوس عليك، كاين بعض الناس يحبوك ويشتوك وكامل، مي اغلبيه تقول كيما انا عندي صفا صاحبتي. واش نقول لكم، هي الاخت الثانيه اللي ما ولدتهاش يما. المهم ربي ان شاء الله هاي فرحها ويحفظ لها وليداتها ويحفظ لها الزوج تاعها. هنايا بعد ما كملت هذاك كامل هذاك الشغل ووريت لكم كامل، جست ديرت البنات درت العشاء خفيف في الزوج تاعي، بديت غسلت الماعن وبديت نقي هذاك الحوت. لازم ننقيه ونديرو نقطرو مليح ونديرو في لي ساشي، باسكو جبت كميه لاباس بها، يعني قسمته على بعض الطبخات كيما راكو تشوفوا. الحاجه المليحه انه الحوت يعني نظفوه، وانا متعوده يعني نشريه السردين نشريه منظف من اليوم، يعني في بومرداس ما يبيعوهش يعني ما ينقوهش يبيعوه هكاك. المهم نقيته، كنت عيانه واش نقول لكم البنات، الطريق يعني كنت ما بتش بزاف في دارنا، يعني قعدت يوم واحد رحت زعما كيما اليوم بت الليله غدا من داك الصباح خرجنا ورحت لالجي كيما قلت لكم، قضينا وشرينا وحوسنا وكامل ورجعنا. انا كيفاش السمك البنات ولا اي حاجه، وهذا يعني من بعد غدوه من ذاك كانوا عندي ضياف نشارك معكم طاوله ضيوف تاع سمك، غدوه ان شاء الله نشاركها معكم. قلت لكم البنات نحاول نقص كامل شغل ليله من قبل. هنايا هذا الحوت اللي جبناه تاع لي بواس تاع لي سوب، سوب دو بواسون، واش نقول لكم جات بنينه تهبل، حنشاركها معكم ثاني. قلت لكم في الروتين الجاي يكون شويه طويل، بصح هكاك اي وصفه تحوسوها تاع الحوت راكو حين تلقاوها، باسكو درتيها اطباق ما نخسر لكمش الفيديو. واحد الاخت قالت لي نجاوبكم البنات على زوج اسئله منها في هذا الفيديو، واحد الاخت قالت لي نسرينا كي اونسانت وخبيتي علينا. نقول لكم البنات والله العظيم ما راني اونسانت ما والو، كرشي خرجت. كيما على بالكم باللي كي ولدت قصي سيزاريان ما دخلت ليش كرشي، ومن بعد نزلت رفت ومن بعد غروسيز اغيتي خلاص يعني كرشي خرجت لي. وسورتو هاد البيريود سمنت سمنت بزاف من كورونا، ناكلو وعبالكم ناكلو ونرقدو، كنا نديرو التحليات وكامل، وانا عندي القواتخ كي يكون سافا با ننتفخ
هذه هي البنات. سينو لو كان زعما سقسيتوني نجاوبكم، اذا كنت اونسنت نجاوبكم، اذا ما كنت اونسنت نقولكم. يعني بزاف تعليقات يجوني في هذا الفيديو، وواحد الاخت ثاني استقساتني سنجاوبكم البنات. شوفوا هنا كش راني نقسم الكميه، سواء من ناحيه السردين شفتوا الخشين درتو وحده ورقيق درتو وحده، باسكو هذاك الرقيق راني حنحي منه هذاك الشوكل داخل وندير به واحد الطبق رائع، هي الدولمه تاع الروز. ثاني تجي بزاف بنينه. واحد الاخت سقساتني قالت لي وين في العاصمه تشرو لوازم سوريا، نقول لكم في باب احسن يعني متوفر فيها كلش. سقساتني على السعر تاع الكنافه، والله نسيت ما سقسيتش الزوج تاعي. بالنسبه للباذنجان تاع المقدوس كاين اللي داير 15000 وكاين اللي داير 10000. بصح باذنجان بنين والداخل يقعد هكا كبيض. هنا بعد ما قسمته كامل خليت هذاك الحوت السردين على اساس البنات ما كانش عندي ضياف. من بعد زدت شريت شويه حوت، توصل في الفيديو تاع غدوك راح تفهموا. والسردين الاخر مع تاع لي سوب درتهم في هذا الساشي، كنت كل حاجه نديرها في ساشي وحدها، درتهم في هذا الساشي ودرت يعني درتهم في كونجيلاتور باش ما يطلقولي شريحه. هنايا باسكو هذا الحوت راني حنستعمله غدوه ان شاء الله، قلت نملحو برك ما نديرلو لا ثوم لا والو. هنا تخيلوا البنات كانت 10:30 تاع الليل، كنت عيانه خلاص، بعد قلت لازم نكمل هذا الشغل، درتلو غير الملح يشرب هذاك الملح تاعو، قلت غدوه نديرلو الدرسه. بالنسبه للبنات لهذاك الماء اللي راكم تشوفوا فيه في الطبسي تحت الكسكاس، هذا الام المرضعه اللي يكون ناقص لها الحليب وكامل، ماني مسكينه ربي يحفظها، كيما ولدت قصي كانت تقول لي شربي الماء تاع الحوت، انا ما نقدرش نشربه. يقول لك شربوا هذا الماء تاع الحوت يجيكم بزاف الحليب. المهم مجرد معلومه قلتها لكم، لعل وعسى كش وحده هكا تفيدها وكامل. اوكي اللي الله غالب على جال وليدهم لان جال الحليب يشرب كلش، مي صدقوني انا ما قدرتش نشربو. فوالا البنات كيما راكو تشوفوا، بعد ما كملت لما عند هذاك الحوت ونقيت كامل الحوت، جيت لهذيك البلاصه وين كان العنب كيما كنت تشوفوا، فرغت كامل هذوك الصنادق تاع العنب، قلت لكم اللي مديت هديته واللي درتو في الفريجيدار درتو. ومن بعد بديت البنات كنست كامل هذا الهول، هذا انا عندي هول، ومسحته بالنشاف كما راكم تشوفوا. بعد ما نشف فرشت هذه الزربيه وهذاك الباذنجان باش ما نخليهش يعني في لي ساشي، حطيته البنات في هذا وفتحت التواقي تاع الكلواغ باش هكا. قالت لي عجوزتي كي يذبال الباذنجان تاع المقدوس يجيك اسهل من انك ديري حبه يعني هكا كيابسه خلاص، يعني ما تنشفلكش بالخف. مجرد معلومه كانت تقولهم لي وانا يعني شاركهم معاكم. من بعد رحت البنات كان عندي الحوايج لازم نغسلهم، وسكتوا انا في الليل يكون عندي الماء يعني يجينا الماء يطلقوهن في الليل. درت الحوايج جيت غسلولي وشنو ما نشرتهمش حتى الصباح. شوفوا كيما راكم تشوفوا الماشينه راهي كاع غبره باسكو جايه في البالكون، كي راح تشوفوا البنات لازم كل يوم نمسحها سينو تتغبر. المهم قلت ان شاء الله هذا الاسبوع ندير لها غسله مليحه مليحه ونشارك معكم كيفاش نعتني بها وكيفاش نغسلها. هنا البنات بعد ما درتهم يتغسلوا سي بون، راني يعني خلاص هنا عييت وحبيت نروح نرقد، برك نروح نرقد. نقولكم حبوباتي تهلاو بزاف في روحكم، ما تنسونيش بلي دعم وما تنسونيش بارطاج وتخلولي تعليقاتكم الجميله. ما على باليش اول ما حطيت الفيديو كانت القناه يعني مشاهده مليحه، مي حاليا المشاهده كامل ناقصه، ما فهمتش واش هو السبب، مع انه انا ما نديرش عناوين الكاذبه، يعني الصوره المصغره نديرها على محتوى الفيديو، يمكن هذا هو الاشكال. لو كان ندير عنوان ياتيري المشاهده تطلع والقناه تطلع، الله مستعان. نقول لكم حبيبات قلبي تهلاو بزاف بزاف في صحيحتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.